letter V. Hello my kids, عاملين ايه؟ وحشتوني كتير، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هناخد مع بعض letter جديد اسمه V، والفي ده هنعرف الساوند بتاعه ايه، صوته ايه، وهنعرف بيتكتب ازاي، وهناخد قصة جميلة كل كلماتها بتبدأ بالليتر V. يلا بينا نبدأ مع بعض. يلا بينا دلوقتي. ده اسمه V. V capital V small V capital V small V. طيب يلا نعرف مع بعض letter V بيتكتب ازاي. بنطلع فوق السقف شوية صغيرين وننزل على الارض ونطلع فوق تاني على السقف، فوق السقف كمان مرة اهوت ال V كده. V small V زيه بالظبط، بس عشان هو صغير ما ينفعش يطلع من بين السقف ولا الارض، لازم يبقى مستخبي جوه، يبقى ده اسمه V. كمان مرة V. V capital V small V capital V small V. الساوند بتاع letter V V V V. يلا بينا نعرف القصة بتاعتنا هتجيب لنا ايه او هتحكي لنا ايه. كان عندنا letter V، letter V كان عنده قطة، كان مربي قطة في البيت، ولما القطة دي تعبت شوية، تعبت منه، قرر ان هو يركب الفان، راح خد الفان، فان في فان في فان. وعمل ايه بعد ما ركب الفان؟ راح جري، راح بالقطة لمين؟ لفيت. راح لمين؟ فيت. في فيت. راح يكشف عليها عند مين؟ فيت، عند الدكتور البيطري اسمه فيت. طيب قعدوا يكشفوا على القطة ويدوها في علاج ويعملها كل حاجة، القطة برضو مش راضية تسكت وتعبانة خالص. طيب عملوا ايه؟ جربوا كل حاجة، كل حاجة ما نفعتش. عملوا ايه؟ جابوا فيولين، 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 قعدوا يعزفوا لها على الفيولين. في فيولين. اول ما سمعت صوت الفيولين سكتت وهديت وبقت جميلة خالص، والدكتورة قالت له كده خلاص القطة بتاعتك هتسكت كل ما تسمع صوت مين؟ فيولين. كده القصة بتاعتنا خلصت، ويلا بينا نشوف التلات كلمات بتوعنا اللي بدأوا بالليتر في. اول كلمة معانا كان اسمها ايه؟ صورة ايه ديت؟ وات از ات؟ فان، شطار، فان. يلا نكتب كلمة فان سهلة خالص. في يبقى حرف الفي. فا فا يبقى صوت حرف ايه ده؟ الاي. فان ن يبقى حرف الان. برافو عليكم فان. طيب يلا بينا نشوف تاني كلمة كان اسمها ايه؟ فيت. برافو عليكو فيت. يعني ايه فيت؟ يعني طبيب بيطري. يلا نكتب كلمة فيت ونشوف هنكتبها ازاي. يبقى ساوند ده بتاع صوت حرف ايه؟ برافو عليكو في. في ف ف ف يبقى صوت حرف الاي. فيت ت. برافو عليكو يبقى حرف تي. فيت فيت فيت. طيب اخر كلمة كانت معانا اللي القطة سمعت صوتها وهديت كان اسمها ايه؟ برافو عليكو فيولين. فيولين. يلا نكتب كلمة فيولين ونشوف بتكتب ازاي. ادي في فا فاي فاي يبقى اي. فايو فايو يبقى او. فيولين لي لي يبقى حرف ال. فيولين اي ان فيولين. ادي كلمة فيولين. فيولين. يلا نقراهم مع بعض. في فان. في فيت. في فيولين. شطار خالص. يلا نرسم letter V مع بعض ونشوف هنرسمه ازاي. ادي letter V capital V capital V. ونعمل له ايه؟ نعمل له الاي بتاعته اهيت واي اهيت، وكمان نعمل له النوز الجميله هنا وادي الماوث، ونلونه بقى مع بعض كده عشان يبقى شكله ايه؟ جميل خالص. ادي letter V.
small v قلنا زيه بالظبط بس صغير شويه. add small v small v ونعمل له برضو الاي بتاعته كمان اي ونعمل له النوز ونعمل له الماوث ونلون letter v الجميل بتاعنا كده. خلصنا وخدنا letter v. طيب يلا نغني اغنيه جميله مع بعض ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. V V V I am letter V. V V V I am letter V. V is for van. V V van. V is for vet. V V vet. V is for violin. V V violin. V V I am letter V. حلوة الأغنية؟ حلوة خالص زيكم انتوا يا حلوين. الشاطر اللي هيكتب لي في التعليقات ثلاث كلمات صحيحة بتبدأ بحرف الفي. شكرا لكم حبايبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.